يبقى احنا كده ايه، وصلنا للجزء الثالث اللي هو اسمه بي اي دي الجوريزم. انتوا درستوه قبل كده البي اي دي؟ درستوه. احنا هنوري لكم بطريقة تانية شوية عشان ايه، عشان يبقى حاجات فيها يعني ايه. الطريقة اللي درستوه بيها ان هي اشارة كونتينيوس، فكنتوا بتتعاملوا معاها والمعادلات بتاعتها. عايزين نقولها كمان، لما تكون الاشارة ديجيتال يبقى انكريمنتال، في سكانز وجايه ورا بعض، فبنتكلم على ديفرنس ما بين اشارتين، يبقى كل الكلام هيبقى ديفرنس ما بين اشارتين. يلا نتكلم على البي اي دي. البي اي دي ده موجود من زمان، بقاله دلوقتي داخل في 100 سنه موجود. في فيندورز كتير من اللي بينزلوا كنترول سيستمز حاولوا يقدموا طرق تانية ممكن تكون افضل في حاجات، افضل من البي اي دي، بس ما زال البي اي دي اللي هو ايه، هو اللي ماشي. فاغلب الاندستري يعني اغلب اللي فيها ما نسبة ما تقلش عن حاجة و80 او 90% بي اي دي. فايه، محدش عايز يغيره عشان هو شغال، وبعدين الناس واخدة عليه. فلو ظهر بديل احسن شوية في حاجة مش احسن بكتير وانت مش واخد عليه، مش واخد عليه، دي مشكلة يعني ايه، ممكن تفوتك حاجة، ممكن تغلط في حاجة. فالمهندسين مش عايزين يغيروا، مبسوطين كده ماشي. فانتوا هتطلعوا يعني او الاماكن اللي انتوا فيها هتلاقوها اساسا بي اي دي. هو فوق متغطي كويس في الاكاديميك انستتيوشنز، في سواء في الدراسات يعني او في الكتب او في الكورسات وكده. وكمان الصورة اللي انتوا درستوها مش شرط تكون هي بالظبط اللي موجودة في الدي سي اس اللي هتقابلوه في الصناعة. يعني البي اي دي مازال موجود بس اتطور وتغير، وده خليته شوية حاجات، فما عادتش هي الصورة الأساسية اللي هي موجودة في المعادلات التفاضلية أو المعادلات لابلاس اللي انتوا درستوها. فاحنا هنشاور لكم على بعض الايه، الحاجات دي، الحاجات الأساسية اللي فيها على الأقل. طيب نعمل ديفينيشنز الاول. احنا نفكر نفسنا بالايه، بالمسميات. بي في البروسيس فاريبل، ممكن كمان نسميه كنترول فاريبل. طب احنا ليه بنقول لكم التسميات دي؟ عشان في الليتريتشر سواء كانت اكاديميك او بتاعه شركات بتاعه اوتوميشن استخدم كذا سيت من الايه، من الاسماء ومن الرموز. المفروض نكون مرتاحين معاهم كلهم، بنتعامل معاهم كلهم بنفس السهوله، لان مش هتعرف تلاقي مكان. يعني لو مثلا بتدرس مثلا ايه، معادلات كيميائيه، هي يعني كل الناس بتكتبها زي بعض. معادلات رياضيه، تفاضل ومش عارف تكامل، كل الناس بتكتبها زي بعض. دي لا، مش كل الناس بتكتبها زي بعض. فعايزين نكون مرتاحين، يعني هنحفظ كام اسم لكل حاجه وخلاص. كتب زمان بقى كنتوا بتسموا يو وواي، اللي داخل واللي طالع، مش كده؟ في ثانوي، في سنه رابعه، او سي از فانكشن اوف تايم، اللي هو يو بقى هيبقى ايه، الكنترولد فاريبل. لا، ولا سي هيبقى ايه، يعني سي وام، يعني وات ايفر. مش هنتكلم بدول كتير، هنتكلم اكتر بالبي في وبالام في وبالكلام ده. ام اللي هو ايه، الكنترولر اوتبوت، اللي هو المانيبيوليتد فاريبل. يعني ام في او ام، احنا هنتكلم بيه ام للتسهيل. السيت بوينت هنسميها اس بي، اللي هي تعرفين يعني ايه سيت بوينت، اللي هي التارجت اللي انا عايز اوصل البروسيس فاريبل ان هو يبقى بيساوي القيمه دي. طيب الايرور اي هنسميه ايه؟ الايرور ده اللي هو الفرق ما بين السيت بوينت وما بين البروسيس فاريبل. احنا هنعرفه في الشابتر ده كده، ان الايرور بيساوي البروسيس فاريبل ناقص السيت بوينت. طب ما ينفعش يبقى الايرور هو السيت بوينت ناقص البروسيس فاريبل؟ ينفع. طب الحقيقه ان اغلب الكتب الاكاديميه بتسميه عكس ده، عكس اللي انا كاتبه، وفي كتير من الفندرز بيسموه زي اللي انا كاتبه. فاحنا اخترنا واحده منهم هنمشي عليها، بس خليكم عارفين ان هو الايرور يعني ممكن ايه، هتلاقوا التسميه بتاعته كده او كده، ودي هتاثر في حاجه. يعني الايرور موجب ولا سالب؟ عشان يبقى الكنترول اكشن هيبقى ريفرس ولا دايركت. فيعني دي ممكن تبقى مصدر
للكونفيوجن، بس احنا هنوضحه فمش يبقى كونفيوزنج بعد كده، هنوضح لكم الكلام ده ايه دلوقتي. فاحنا هنعرف الايرور ان هو البروسيس فاريبل ناقص سيت بوينت، رغم ان اغلب الكتب وبعض السيستمز بيسموه بالعكس. لو انا خدت الاكشن اللي هو عكس المطلوب، يعني مثلا لو عندي حاجه حصل ايرور معين والحاجه دي تتطلب ان انا اقفل فالف، لو انا حاسب الاشاره بشكل مش متماشي مع ايه مع نظام الكنترول هعمله بالعكس، فبدل ما اقفل الفالف هفتحه، فالمشكله اللي عندي مش هتقل دي هتزيد. فلما المشكله تزيد فالكنترولر هياخد اكشن اقوى، هيروح ايه مزود في الغلط اللي بيعمله، فهوصل في الاخر او بسرعه ممكن ان الفالف يكون يا اما مفتوح على الاخر يا اما مقفول على الاخر والمشكله عماله بتزيد. فدي حاجه يعني مش عايزينها تحصل، مش هتحصل ان شاء الله. طيب فاحنا قلنا بقى عندنا بي واي ودي، ودول ثلاث ايه البروبورشنال والانتجرال والديريفاتيف، انتوا عارفين الكلام ده من الاول. نبدا نكلمكم عليهم ايه تاني بس من غير في فورمه مختلفه شويه عن اللي انتوا عارفينه. طيب البروبورشنال كنترول بيخلي الاوتبوت بتاع الكنترولر هنسميه ام، اللي هو الخارج بتاع الكنترولر هنسميه ام، الخارج بتاع ده اللي هو الاشاره اللي خارجه من الكنترولر، اللي هو مفروض يعني انها تكون ايه الفالف بوزيشن. لو كان فالف هيبقى تعالوا نتكلم على ان اغلب الحاجات فالف، ان الفالف بوزيشن يبقى كام في الميه يعني، فالام دي مفروض تطلع بيرسنت اللي هي كام في الميه، ودي تكون بروبورشنال للايرور اللي موجود. فهنقول ان الام دي معادله البروبورشنال كنترولر، الام بتساوي كي اللي هي ايه كي سب سي، يعني الكي اللي هي الجيم وسي يعني كنترولر، يبقى الجيم بتاع الكنترولر مضروب في الايرور زائد سي، سي ده اللي هو ايه اسمه ايه البايس. ايه هو البايس؟ طيب لو كان الايرور بصفر الفالف هيبقى مفتوح على الاخر ولا مقفول على الاخر ولا حاجه كده في النص؟ لو الايرور بصفر مفيش ايرور، انا في ستيدي ستيت ومفيش ايرور، الفالف هيبقى له فتحه ولا ملوش فتحه؟ له فتحه اللي هي سي، ماشي. فسي دي يعني البايس ده، لان الفالف لو مفيش ايرور لازم يكون له فتحه ما، فهي دي البايس. يبقى الترم ده اللي هو فتحة الفالف لما انا كنت في الستيدي ستيت، والترم ده اللي بيتضاف عليه اللي هو التغيير اللي هيحصل بقى في الفتحة عشان في ايرور. فالرقم اللي هيطلع لي من حصل الضرب ده ممكن يبقى سالب او موجب، يعني الفتحة ممكن تقل او تزيد حسب اشارة الكي ولا الاي، حسب اشارة الاي. يعني الكنترولر جين ده ملوش اشارة، تمام؟ كنترولر جين ملوش اشاره، يعني البروسيس جين له اشاره، لكن الكنترولر جين هو رقم مطلق. الاشاره بقى فين؟ الاشاره في الايه؟ في الايرور. فلو انا معرف الايرور كده او معرفها بالعكس هتختلف في الرقم اللي هنا ده، وبالتالي ممكن تخليني اعمل حاجه غلط، فلازم نكون ايه؟ تكون الحاجه ماشيه مع بعض. طيب ده بقى كنترولر جين، ودي حاجه انا بظبطها، يعني كنترولر جين ده بيجي لي البروبورشنال كنترولر انا بظبطه، ازود الجين وانقصه زي ما انا عايز، زي ما بتعلي البوتاجاز كده وتوطيه، وزي ما تعلي الفوليوم بتاع التلفزيون وتوطيه، حاجه حته عجينه في ايدك تشكلها زي ما انت عايز، لازم تظبطه، ما ينفعش تسيبه كده من غير حاجه. وسي ده انا قلت المكتوب بقى ده اللي انا قلته، ان اللي هو ايه البايس اللي فتحة الفالف لما يكون مفيش ايرور. طيب بقى دي المعادلات اللي ايه اللي عندنا. البروسيس جين بقى هو اللي ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف، على حسب لما بزود الانبوت الاوتبوت بيزيد هو كمان ولا بيقل، فممكن يبقى الاثنين في نفس الاتجاه يبقى بوزيتيف او نيجاتيف. والكي سي قيمه وخلاص ملهاش اشاره اللي هي هنا، قلنا ايه الحقيقه الحته دي قبل كده. يبقى اذا ايه الكنترول الجوريثم دلوقتي ممكن ياخد ايه حاجه تانية، يعني غير ان انا بقول له الكي بقول له هو دايركت اكشن ولا ريفرس اكشن،
يعني لما تشوف ايرور يعني هتعمل ايه؟ دايركت ولا ريفرس؟ بناء على ايه؟ بناء على معرفتي بالبروسيس جين. انا ببقى عارف البروسيس جين مش داخل في المعادله دي، بس المفروض انا ببقى عارفه من قبل ما احنا قلنا قبل ما نتعامل مع الكنترولر بنشوف صفات البروسيس اللي هم اساسا الجين والتايم كونستنت والديد تايم. فبشوف الجين اشارته ايه وبناء عليه احدد الاكشن. دي حاجه تتظبط فيزيكال، يعني لو بزراير يبقى في سويتش بعمله اجيبه على الدايركت او اجيبه على الريفرس، او لو حاجه بقى شياكه شويه وايه وقاب كده وطلع لي شاشه كده وبظبط عليها برضو اوبشن بختاره دايركت ولا ريفرس. فدي حاجه انا لازم اختارها دايركت ولا ريفرس. طيب بص ايه على دي كده، انا عندي فرن وده فالف اللي هو بيدخل لي ايه الفيول اللي بيتحرق، ودي التمبرتشر. فالبروسيس جين هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ايه رايكم؟ ماشي، واحده البوزيتيف انا سمعت. ايه راي الباقيين بقى؟ بوزيتيف، لان لما بزود الفيول الحراره بتزيد، ده من غير كنترول. البروسيس جين هو بوزيتيف، يبقى انا عايز الاكشن بتاعي يبقى ريفرس. لما الاقي ايرور موجب يعني الحراره عاليه اروح اقفل الفالف، يبقى ايه البوزيتيف ايرور عايز نيجاتيف اكشن فيخليه ايه ريفرس، مش كده؟ كلمه دايركت وريفرس مش دايما هي اللي مستعمله، ما دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي ايه اللي هو اللي داخل في موضوع الكنترول جديد وبيحاول يقرا مثلا من كذا مكان، جاب كذا كتاب او بيدور على النت او بيشوف على النت. برضو هتلاقي مثلا الفندرز اغلب الليتريتشر بتاعتهم متاحه كده لاي حد ممكن تقراها، هتلاقي مسميات مختلفه. يعني مش كلهم بيسموا دايركت وريفرس، ساعات يسموا انكريز 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 او انكريز ديكريز بدل ما يسمي دايركت الاسم اطول. طب ما الاقصر كويس، هم اتعودوا على كده. دي شركات عريقه جدا، شركات الكنترول الموجوده بتاعت الاوتوميشن قليله قوي، مش كتير يعني مش ميات ولا حاجه. اللي مشهور منهم قوي يعني بتاع مثلا 6 ولا 7 على كم واحده اصغر. فشركات عريقه جدا وكبروا وهم اللي طوروا الكنترول وهم اللي حسنوه واشتروا بعض واندمجوا مع بعض. فيعني ايه الشركه لها كيان، هي بقى ماشيه بالحاجات دي وانترنالي بقى الناس اللي جوه في الشركه كلهم ماشيين بالكلام ده وعندهم ليتريتشر بقى لها عشرات السنين ماشيه بالكلام ده. مش هيجي دلوقتي يغير الاسم عشان في شركه تانية مستعمله اسم تاني او عشان في كتب مستعمله اسم تاني، ملوش دعوه. فايه نقبل ده جزء من الواقع، الدنيا كده. طيب يبقى كده ايه في سيستم زي كده هحب اخليه ريفرس اكشن، البروسيس جين از بوزيتيف انا عايز اخليه ريفرس اكشن. ماشي، اذا كان الجين نيجاتيف هخليه بقى دايركت اكشن. يعني لو كانت دي ميه تبريد ما هياش فيول، تمام؟ فلما بزود ميه التبريد الحراره بقى ايه هتقل، صح؟ فكده الجين هيبقى نيجاتيف، فانا في الحاله دي هبقى عايزه ايه؟ الحراره زادت عايز اقفل بقى مش افتح ميه التبريد، فتبقى دايركت اكشن. خلاص، فخدوا دي قاعده حطها في دماغكم كده. اشوف البروسيس جين دايركت يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، واختار الاكشن دايركت ولا ريفرس بناء على كده. اذا كان بوزيتيف هيبقى ريفرس اكشن، اذا كان نيجاتيف هيبقى دايركت اكشن. ما تلخبطش، وانس انك ركزت فيها مره كده وعرفتيها خلاص عرفتيها، مش هتروح منك في حته تاني. طيب الديفينيشن ده بتاع الديفينيشن اللي احنا قايلينه للايرور وللحاجات دي كونسيستنت مع النيجاتيف فيدباك. فكره النيجاتيف فيدباك اصلا، لان لو تفتكروا الدراسه اللي درستوها في سنه رابعه لما كنت بحط البلوك دايجرام كله، المفروض لما اضرب الجينز كلها في بعض يطلع لي رقم سالب. يطلع لي رقم سالب يعني السيستم ده قابل ان يحصل له كنترول. لو طلع لي رقم موجب يعني بوزيتيف فيدباك، يعني ايه؟ يعني الحاجه الايرور هيزيد مش هيقل. نيجاتيف فيدباك يعني الايرور ممكن يقل. فلو تتذكروا، لو كان حد فيكم متذكر الحاجات دي يعني من كورس سنه رابعه،
ان ايه، ان اللوب كنترول لوب، لما اضرب كل الجينز اللي في كل حته فيها كلها بالصغير والكبير لازم في الاخر يطلع رقم ايه، يعني الاشاره سالبه. طيب اذا كان الفيدباك بوزيتيف يبقى كنترول ايه هي ساتوريت اللي احنا قلناه من شويه، وده مش كويس والكلام ده ماشي. في بقى في مرحله ثانيه من الكونفيوجن ممكن تحصل ازاي، ان الفالف نفسه يعني لما انا ازود الهواء اللي رايح للفالف هيقفل ولا هيفتح، في اصناف كده وفي اصناف كده. كنترول فالف انتوا عارفين الكلام ده، افكركم بيه، ان الكنترول فالف ممكن الهواء لما يزيد يقفله وممكن الهواء لما يزيد يفتحه، عشان ببقى انا ايه لما في الديزاين الاولاني خالص بختار الفيل سيف بوزيشن، يعني لو حصل حاجه وحصل عطل كهرباء قطعت مثلا نتيجه حريقه او عطل او اي حاجه، انا عايز الفالف ده لو الدنيا وقفت يبقى مفتوح على الاخر ولا مقفول على الاخر ولا في مكانه. ماشي، ففي مكانه مش هعرف بالهواء، لكن بالكهرباء ممكن. لكن ايه، لان في حاجات بتبقى فاريبل سبيد موتور مثلا او كده، فدي ممكن تقف في مكانها. لكن الفالف الفيل سيف بوزيشن بتاعه يا اما اوبن على الاخر يا اما كلوز على الاخر. فالفالف ده من جوه فيه ايه، فيه ايه، فيه الستيم بتاعه، الدراع بتاعه ده بيطلع وينزل عن طريق ديافراج، يعني حاجه طريه كاوتش مثلا او حاجه، والهواء بيزقها كده فتروح ايه زقه الدراع. طب الهواء بيزقها من فوق ويقفل لتحت ولا من تحت عشان يفتح؟ ممكن اركب الهواء هنا وممكن اركبه هنا، فانا بختار ازاي عن الوضع الاكثر امانا. يعني لو ميه تبريد مثلا انا عايز لو حصل حاجه وعطل خلاص والكنترول فقدت الكنترول، عايز المحبس ده مفتوح على الاخر، مش هيضرني ان يكون مفتوح وانا مش محتاج له، بس يضرني ان يكون مقفول وانا محتاج له، مش كده؟ فدي مرحلة أخرى من الدايركت والريفيرس ممكن إيه تلخبطنا خالص. بس هو الحسن الحظ إن في الديجيتال كنترول سيستمز دلوقتي إيه اللي بيطلع الخارج بتاع الكنترولر بيرسنت أوبن، يعني الإشارة اللي طالعة من الكنترولر عايز الفالف مفتوح كام في المية، هل هو بقى دايركت ولا ريفيرس؟ ده سويتش في الفالف ذات نفسه، فاهمين؟ يعني الكنترولر ملوش دعوه الفالف دايركت ولا ريفرس اكت، مش يعني مش دايركت ولا ريفرس، اير تو اوبن ولا اير تو كلوز، هو بيطلع بيرسنت اوبن وخلاص، وبعدين بتروح الاشاره وفي البلوك اللي عند الفالف نفسه. من عندي البلوك ده فيه ايه، بياخد اشاره الكهرباء يحولها لهواء، لان الفالف ما بيشتغلش بالكهرباء، بيشتغل بيقفل ويفتح بالهواء. فمن ضمن الحاجات اللي فيه ده في سويتش بقى ان انا اعمله بقى ايه، اير تو اوبن ولا اير تو كلوز، وهو يعمل التغيير ده. فاذا التغيير حته الفالف اير تو اوبن ولا اير تو كلوز، نعم بس الاشاره اللي هتجيله هتبقى نفس الاشاره رايحه للفالف ده والفالف ده، والفالف هو اللي يترجمها. يعني انت بتقولي الفالف ما ينفعش احوله من حاجه للتانيه، ماشي ممكن، انا ما اعرفش، يمكن احتمال، واخد بالك، ويمكن بعضهم ينفع الاثنين ما اعرفش. بس الفكره في الاخر ان اختيار ان الاير تو اوبن ولا اير تو كلوز دي مش في الكنترولر نفسه، يعني الكنترول سيستم ملوش دعوه دي، الحته ان ايه الحته في الفالف ذات نفسه، تمام. فاذا انا بالنسبه لي بعد كده وانا بتكلم على كل الحاجات الجايه مش هنتكلم خالص الفالف اير تو اوبن ولا اير تو كلوز، عشان دي ايه الاشاره اللي خارجه من الكنترولر هي بيرسنت اوبن، مش فاهمين الفكره اللي انا بقولها؟ شكلك مش فاهمه. من اول فين الفالف؟ ما هو الفالف فيه هواء، يعني في فالف الهواء يفتحه، في فالف الهواء، في فالف لو سبته من غير هواء خالص هيتقفل على الاخر والهواء ده عشان يفتحه، وفي فالف لو سبته من غير هواء خالص هيكون مفتوح على الاخر والهواء عشان يقفله. انا عندي بقى مين فيهم؟ ممكن ده وممكن ده. الكنترولر ملوش دعوه، الكنترولر هيدي اشاره انا عايز الفالف مفتوح كام في الميه، وبعدين لما الاشاره دي توصل عند الفالف نفسه في الحته بقى الحاجات العده الصغيره اللي جنب الفالف
هي اللي بتاخد الاشاره دي بقى من الكنترولر وتتعامل مع الفالف على حسب ان هو اير تو اوبن ولا اير تو كلوز. ده اللي انا بقوله تمام. فدي مرحله ممكن يعني ممكن يبقى فيها شيء من اللخبطه لو بنفكر فيها، بس احنا مش محتاجين نفكر فيها لان ايه كنترولر ملوش دعوه. ماشي. طيب يبقى ايه ده اللي مكتوب هنا؟ يبقى انا بس محتاج احدد هو دايركت ولا ريفرس بصرف النظر عن نوعه، هو اير تو اوبن ولا اير تو كلوز. انا عايز بس دايركت ولا ريفرس، دي اللي انا بحددها في مرحله الكنترولر نفسه. الثاني ده هو بيحصل لوحده ملناش دعوه بيه. طب نرجع ايه للمعادلتين دول، المعادلتين دول او دي معادله الايرور، يعني دي المعادله بتاعه الكنترولر، دي اسمها فول بوزيشن فورم، اسمها كده فول بوزيشن فورم. ليه مسمينها الاسم ده؟ عشان في فورم تانية اسمها فيلوسيتي فورم، هنقولها دلوقتي على طول. الفول بوزيشن فورم دي يعني الاشاره دي، الاشاره اللي طالعه من الكنترولر اللي هو الرقم مصحح بحاله، انا عايز الفالف كذا في المية 55 بحالهم، مش بيقول لي غيره كام، بيقول لي انا عايزه يبقى كام، يبقى دي اسمها الفول بوزيشن فورم. نعم، السي موجوده في المعادله. في بقى الفيلوسيتي فورم ما فيهوش السي. يعني ايه الفيلوسيتي فورم؟ هتديني انكريمنتال، اسمها انكريمنتال فورم او فيلوسيتي فورم، بس الاسم ده مشهور اكتر. اللي هي ايه الفيلوسيتي فورم؟ ان الكنترولر يطلع التغيير المطلوب في الفالف. يعني طب لو الكنترولر مش شايف ايرور هيطلع تغيير كام؟ زيرو. يعني ممكن يطلع زيرو وممكن يطلع تغيير موجب وتغيير سالب، عايز اقفله او افتحه. فالفيلوسيتي، طب الكنترولر نفسه هيبقى مين فيهم؟ في اصناف كده وفي اصناف كده، الاثنين موجودين في السوق حسب اللي راكب عندك، في حاجات راكبه كده وفي حاجات راكبه كده، احنا نعرف الاثنين تمام. فالانكريمنتال فورم دي بيقول لك ايه؟ يعني عشان هنستنتج حاجه بسيطه كده، لو عند انا احنا دلوقتي في ايه، في سكانز كل شويه، سكان 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 سكان، بيقرا ويبعت، يقرا، وكل ما يقرا قرايه الكمبيوتر ياخدها ايه يحسبها، الكنترولر يحسبها. ففي القرايه بتاعت رقم ان والقرايه اللي قبلها، الفرق اللي بينهم يبقى دلتا ام اللي هو ده. يبقى اذا ايه ده ما فيهوش سي، بس في بايس برضه، بس مش ظاهره في المعادله، لكن الكنترول له بايس برضه لكن مش ظاهر في المعادله. فده بيطلع لي التغيير المطلوب وده بيطلع لي الرقم المطلوب. يفترض الاثنين يعملوا نفس الحاجه، بس ده له ميزات في شيء وده له ميزات في شيء. في شركات مظبطه نفسها على ده، شركات مش شركات صناعيه، شركات اوتوميشن مظبطه نفسها على نظام الكنترول بتاعها، الكنترولر بتاعها اشتغل بالطريقه دي، وشركات بالطريقه دي. ده يعني انتشر شويه يعني، بس ده موجود برضه، فما اقدرش اقول مين اللي هو الاكثر، الاثنين موجودين. فده المهم ايه؟ هنا التغيير هيكون في فرق الايرور ما بين قرايتين، وهنا التغيير في الايرور نفسه. يعني لو الايرور بزيرو هيبقى الاوتبوت بيساوي ايه؟ البايس، مش كده؟ هنا بقى لو القرايتين في بينهم فرق زيرو يعني ثبتت، يبقى التغيير كام؟ صفر. هو في الارقام هي نفس الحاجه، في التطبيق تختلف شويه، بس في الحالتين دول مش هيرجعني للست بوينت. يعني ايه؟ امتى البروبورشنال اكشن يبطل يتغير؟ لما الايرور يثبت، لما الايرور يثبت ده يبطل يتغير، هيروح ثبت على حاجه معينه. طب هل الحاجه اللي ثبت عندها دي هي السيت بوينت؟ فين؟ شاوري لي في المعادله كده فين؟ مفيش. فالبروبورشنال اكشن دوره بينتهي لما الايرور يبطل يتغير، او لما الكنترول فاريبل يثبت، مش يثبت عند السيت بوينت، يثبت وخلاص. فاكرين الكلام ده؟ انتوا خدتوه، بس خدتوه بمعادلات تانية تفاضلية تكامل وحاجات كده،
بس هي نفس الحاجه. فاذا ده ايه؟ ده البروبورشنال كنترول بيعمل كده. المعادله دي في ناس تفضلها عشان ما فيهاش سي. السي دي اصلا هي مش كونستانت، يعني مش كونستانت، مثلا زي ايه كثافه الميه كونستانت، مش حاجات كده، لا ده مش كونستانت زيها. كونستانت ده فتحه الفالف لما كنت في اخر ستيدي ستيت ونقلت اوتوماتيك بس، لكن هي كل شويه عايزه تتغير، يعني كل ما اعمل حاجه عايزه تتغير، فهي مش كونستانت. وساعات زمان على الاقل كانوا بيبقى فيه سويتش انه او دايل ان ممكن الاوبريتور يغير البايس، ودي الطريقه اللي وصلوا بيها للانتجرال كنترول، هنقول لكم عليها لما نوصل لها. فدي ما فيهاش سي، تريح في حاجه. وبعدين بتعمل بامبلس انيشاليزيشن. يعني ايه بامب؟ بامب يعني مطب، تمام. فلما انيشاليزيشن يعني هو بيبتدي، يعني لما انا احول الكنترولر لمانيوال وبعدين انقل اوتوماتيك اديله هو يتصرف، ممكن يعمل بامب، يعني يعمل ايه؟ قفزه مفاجاه. القفزات المفاجاه دي الناس اللي بتشغل المصانع ما بتحبهاش، لان هي مش بس بتعمل لك ديستربنس مفاجئ في الوحده بتاعتك، في وحدات تانية حواليها، ما كل حاجه متشبكه في بعض. بس بامبلس دي مش هتبان في المعادله دي، هي تبان اكتر لما يبقى بي واي مع بعض، هنوضحها لما نوصل لايه لبي واي مع بعض. المهم دي ميزات الايه النوع ده. بالنسبه للفول بوزيشن بقى، المعادله بتاعت الفول بوزيشن اللي هي زي كده، يعني السي بكام؟ فعشان اوصل للست بوينت السي لازم تتغير، يعني مش اعظم حاجه. طيب يبقى الفيلوسيتي فورم دي هتفضل ايه؟ هتطلع لي انكريمنتس، هتستارت بالكارنت مانيبيليتد فاريبل، فما فيش بامب، هنوضحها بعدين. البامبلس تيونينج دي هنا مش هتبقى واضحه خالص، هتوضح لما نحط معاها الاي. ميزتها في التيونينج النوع ده عن النوع ده اللي هو الفيلوسيتي، ميزته ان انا ممكن اعمل له تيونينج وهو اونلاين، اعمل له تيونينج وهو اونلاين. اونلاين يعني ايه؟ يعني شغال. لو كان من النوع ده احوله مانيوال الاول وبعدين اعمل تيونينج وبعدين ارجعه. دي واضحه هنا ممكن نقولها ليه؟ لان لما بعمل تيونينج هيحصل تغيير مفاجئ في الايه؟ في الارقام، والسي دي معايا من الاول. طب لما بغير التيونينج ما السي المفروض تتغير. ف يعني دي ميزات في الايه؟ في النوع اللي هو الفيلوسيتي فورم. الاثنين موجودين، ايه مش هنقف عندها كتير بالنسبه لنا واحنا بنشتغل، ماشي. طيب في بقى حاجه تانية غير الجين اسمها البروبورشنال باند، في ناس تحبها قوي، اللي متعود عليها يحبها، انا مش متعود عليها بس في ناس متعوده عليها يحبها قوي ولها معنى. احنا عارفين معنى الجين مش كده؟ الجين بالنسبه لنا لها معنى، اللي هو التغيير اللي بيحصل في الاوتبوت لما الانبوت يحصل فيه تشينج واحد، احنا واخدين عليه ومتخيلينه وحاسينه ان ده ايه يعني له معنى. في بقى ناس منهم دكتور احمد برضو، لما لو اتفرجتوا المفروض تتفرجوا يعني في وقت ما، تتفرجوا على الاقل المحاضرات الاولانيه في الكورس بتاعه، هو بقى بيتكلم دايما بده بالبروبورشنال باند مش بالجين، هو متعود عليه. وبعض الكنترول سيستمز بتبقى برضو ايه يعني في بعضها تخليك تعمل سيتنج للجين وبعدها تعمل سيتنج للبروبورشنال باند، ما تجيبش سيره الجين ده خالص، تمام. طب ايه هو البروبورشنال باند؟ هو بيساوي كده الاول، ماشي. يعني لو عارف واحد هتعرف تجيب الثاني، مفيش صعوبه خالص، فيها صعوبه المعادله دي بس. ده معناه ايه؟ البروبورشنال باند ده هو قد ايه يحصل تغيير في الايرور عشان يخلي الفالف تتحرك من مقفوله على الاخر لمفتوحه على الاخر، كام بيرسنت؟ ده معنى البروبورشنال باند. فاللي يتعود عليه كده ويمشي معاه، بص تلاقيه ايه بقى فاهم حاجات وبيفسرها بالبروبورشنال باند على طول. فهنقول تاني تعريف البروبورشنال باند بيتحسب ازاي. بيتحسب من دي 100 على الجين. بس معناه ايه الحقيقي الفيزيائي البروبورشنال باند؟ ايه التغير في الايرور اللي يخلي الفالف يتحرك من مقفول على الاخر لمفتوح على الاخر؟
كام؟ تمام. فلو كان بمية هيبقى ايه الجيم بكام؟ بواحد، مش كده؟ اكزامبلز، لو كان بمية يبقى ايه مثلا، انا عندي تمبرتشر ترانسميتر من 100 ل 300، يبقى الرينج بتاعه او السبان بتاعه 200 درجه، ماشي، والست بوينت في النص عند 200. فلو كان البروبورشنال باند 100%، تمام، يبقى اذا يبقى الكنترولر يتحرك مقفول على الاخر، يبقى في اول ايه، يبقى الحراره 100، مفتوح على الاخر يبقى الحراره 300 او العكس، يعني من 100 ل 300. طب لو 50%، يبقى الكنترولر هيتفتح من اول، من الاول للاخر، مش بقى ايه، مش الكلام ده كله، ده هيغطي بس نص الرينج من 150 ل 250، ما بين مفتوح للاخر ومقفول للاخر، وهكذا. كل ما زود الرقم بتاع البروبورشنال باند، كل معناه ان انا بصغر الجين، ماشي. احنا في الكورس ده انا هتكلم بالجين بس، بشاور لكم على البروبورشنال باند عشان ايه، في حته ثانيه ما بتتكلمش غير بيه، التحويل بينهم مش حاجه، بس احنا كلامنا كله هيبقى مثال اهو. لو 100%، لو 100% يبقى مقفول للاخر، المفتوح على الاخر من 100 ل 300. لو بقى 50 الرينج ده، لو 25 الرينج ده اكتر. يبقى البروبورشنال اكشن هو بيرسبوند بقى لايه، لتغير في البروسيس فاريبل، يعني اهو لما يبقى في ايرور الاوت بتاع الكنترولر هيتغير على حسب مقدار الايرور. طب هل التغير اللي عمله ده، يعني مثلا افرض انا مديله الجين ده بخمسة، اي رقم، وحصل ايرور واحد، بقى عندي هنا ايه الرقم ده، واحد في خمسة بخمسة، فبقت ام بتساوي خمسة زائد سي، هل خمسة زائد سي لما اخلي فتحة الفالف خمسة زائد سي يبقى كده الايرور هيروح؟ تردوش ليه؟ طب لو انا عامل الجيم باتنين كان هيديني ايه؟ اتنين زائد سي. طب كده الايرور هيروح؟ طب ايه مقدار الجين اللي الرقم ده يبقى كام عشان الايرور يروح؟ هو الايرور مش هيروح، يعني هو البروبورشنال كنترولر اصلا مش بيضيع الايرور، لكن بيثبت الايه، البروسيس فاريبل، بيثبت الكنترول فاريبل، يعني كنترول فاريبل بدا يتحرك فبيثبته، بيحاول يثبته في اسرع وقت ممكن على حسب الجين بتاعه، كل ما كبر الجين مثلا ممكن يحاول يثبته بسرعه لو قدر، بس يثبته في حته، لكن ايه، مش هيثبته عند السيت بوينت، لان السيت بوينت مش موجوده في المعادله دي. لكن كل ما بكبر الجين، تعالوا نتكلم بالجين مش هنتكلم بالباند، يعني كل ما بكبر الجين بخلي رد فعل الكنترولر اقوى لاي ايرور يشوفه، يبقى خليه قوي، رد فعل قوي. قوي دي مش معناها حلو، ما انت مثلا لو حاجه ازاز واتعاملتي معاها بقوه ممكن تتكسر، يعني القوه في حد ذاتها هي دي صفه مش ميزه، صفه وخلاص. وكل ما الجين يبقى صغير يبقى رد الفعل ايه، بطيء، لكن ده كفيدباك كنترول بيحاول يضيع الايرور. ايه الفتحه اللي تضيع الايرور؟ ما نعرفش، احنا بنستعمل ايه، نقعد نجرب لغايه ما نرسي على حاجه. الحاجه اللي هنرسي عليها في البروبورشنال كنترول لسه فيها ايرور، فاهمين؟ مش هيضيع لي الايرور على الاخر. الكلام ده انتوا خدتوه في سنه، انتوا مالكم مستغربين كده ليه؟ الكلام ده ما احنا قلناه في سنه رابعه، انتوا خدتوه في سنه رابعه، ان البروبورشنال كنترول في حاجه اسمها ايه؟ اوفست، صح؟ افتكرته دلوقتي، ان هو في الاخر هيثبت لي في حته مش عند اللي انا عايزها، بس يعني على الاقل مش هيسيبه يسرح، يعني بيسيطر عليه ويثبته، يعلم بقى هيعرف يثبته فين، هيحاول يكتفه ويثبته في مكان ما، ولما يلاقي، لما يلاقيه ثبت هو كده اتبسط.
المعادلة دي معناها كده. طيب اللي بيحصل بقى الميزة بقى في البروبورشنال كنترول ايه؟ يبقى ما فيهوش ميزة ان هو بيتراك السيت بوينت، هو مش بيتراك السيت بوينت. الحقيقة السيت بوينت مش موجودة هنا خالص في المعادلة، في الايرور بس، لكن مفيش ست بوينت، مش هيوصلني للست بوينت. لكن في ميزة انه بيعمل ايه، وبالذات لما بغير انا الست بوينت بيعمل لي كيك. يعني نفرض انا في ستيدي ستيت، وبعدين لسبب ما الاوبريتور او المهندس يعني اللي بيشغل الوحدة دي قال لا انا عايز الحرارة دي بدل ما هي 10 100 عايز اخليها 110، هيروح رايح على ايه، على لوحة الكنترول. عادة هيبقى آب يعني شاشة كده، ويروح كاتب فيها 110 ويدوس انتر. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت تشينج في السيت بوينت. البروبورشنال كنترولر هيشوف ايه؟ هيشوف ايه؟ صدن ايرور ظهر فجأة، ما كانش فيه ايرور لان كنت في ستيدي ستيت، بس لما غيرت السيت بوينت بقى فيه ايرور، لان الايرور ده حسب الستيدي ستيت اللي انا طالبها ايه. فانا عايز ستيدي ستيت جديدة دلوقتي، فاول ما اديت له ايرور هيظهر، اول ما غيرت السيت بوينت اديت له ايرور، هيروح مديني ايه؟ هيروح مديني تصرف ايه مفاجئ هنرسمه لكم دلوقتي. يروح عامل قفزه في الايه، في الفالف، في فتحه الفالف. برضو احنا بنتكلم دايما كان الفاينل كنترول اليمنت هو الفالف، وده مش صحيح، بس ده ما يقلش عن 90% يعني، في اغلب الحالات هو فالف، ماشيها ايه فالف. فاحنا لو طرحنا الاثنين دول من بعض كل وقت، يعني التغير اللي بيحصل في الخارج بتاع الكنترولر هو الفرق مضروب في الفرق ما بين الاثنين ايرورز، كل ايرور منهم هو البي في ناقص السيت بوينت، مش كده؟ فانا لما غيرت السيت بوينت والبي في ثابت هيتبقى لي بس فرق الدلتا اي، هو فرق السيت بوينت بس مع الاشاره ايه السالب. فيروح ايه اشيل الدلتا اي دي واحط مطرحها ماينس الدلتا بتاعت السيت بوينت، يبقى دي الكيك اللي هاخدها من الكنترولر. كيك يعني تغير ايه مره واحده، انا ممكن دلوقتي هتشوفوه، بس دي بتديني ايه انطلاقه في الاول على طول. طبعا الكيك دي لو كبيره ممكن تعمل لي ديستربنس يعني مش كويس، يعني ايه تدخلني في حته مش ستيبل او تلخبط حاجات حواليها او حاجه زي كده. بس على الاقل ايه ده هو بيديهوني البروبورشنال كنترولر. فاحنا ممكن نقول ان الدلتا ام بتساوي ناقص الكي سي في التغير اللي بيحصل في السيت بوينت، يعني ده في حاله ما يحصل ديستربنس عادي، وده في حاله ما يحصل تغيير في السيت بوينت. ماشيين معايا؟ طيب تعالى ايه للاكزامبل ده، غيرت السيت بوينت اهو، الايرور عندي كان ايه مفيش، وبعدين فجاه رحت مغير ايه السيت بوينت، حصل لي ايرور مفاجئ في الحته دي. الحته اللي حصل فيها ايرور مفاجئ في ساعتها على طول هيحصل لي ايه الخارج بتاع الكنترولر، الكنترولر بيخرج ايه اللي طالع من الكنترولر ايه اشاره اللي هي لو كان فالف يبقى عايزه البرسنت بتاعه اوبن. طب عشان ما يبقاش دايما فالف يبقى انا كده ايه يعني بحصركم، لو كان فاريبل سبيد بامب كام برسنت من السرعه؟ يعني لو كان موسعات يبقى فالف، ساعات ممكن يبقى فاريبل سبيد بامب. طب لو فاريبل سبيد بامب يبقى كام في الميه من السرعه؟ ماشي. فالمهم هيديني كيك مفاجاه في السرعه. طبعا المرسوم قدامي ده دايركت اكشن ولا ريفرس اكشن؟ طب ليه؟ طب ده يمشي مع الاكزامبل ده؟ انا رفعت السيت بوينت يعني عايز حراره اعلى من الايه؟ من اللي عندي، فيروح فاتح لي اكتر، يبقى صح، يبقى كده دايركت. بس ايه اللي خلاها دايركت؟ مع ان احنا قلنا ان احنا الكنترولر ده مشغلينه ريفرس، ان هنا عندي اشاره سالب، مش كده؟ اشاره السالب دي اللي خليته ايه يروح في نفس الاتجاه، بس هو في اساسه ريفرس اكتنج، بس دايركت اكتنج عشان اتضرب في سالب فجابته ايه بقى دايركت.
شكلكم مش فاهمين صح؟ انت فاهم حاجة؟ نعم. لو اللي مش فاهم يسأل، دي فايدة انك تحضر، لانك ممكن تقرأ السلايدز لوحدك او ممكن تتفرج على الفيديو، بس مش هتعرف تسألني او مش هتعرف تجادلني في حاجة مثلا انا قلتها وانت شايفها مش مقنعة او متعارضة مع معلومة عندك او مع حاجة شفتها. فيعني ايه مادام موجودين، يعني ننتهز الفرصة ان احنا اللي في حاجة مش مقتنع بيها يستوضحها، نوضحها. ولو انا ممكن ساعات بعد ما بسجل المحاضرة واسمعها لنفسي قلت حاجة غلط، المحاضرة اللي فاتت دي في حتة وانا بقول عديت تايم قلت سميته لاج، بعد كده رحت مغيرها تاني، فممكن وانا بقول قلت حاجة غلط انت لاحظتها وقفني اروح مصلحها، ماشي مفيش حاجة. فايه طب حصل كده، يبقى اول ما غيرت الست بوينت الخارج بتاع الكنترولر ايه راح عالي كده، هيفضل كده لامتى؟ خلاص كده وخلصنا؟ فين البروسيس هنا؟ فين البروسيس على الرسمة دي؟ مش موجود، مش موجود. فده ايه؟ ده الرسمة هي دلوقتي هي معادلة الكنترولر بصرف النظر عن البروسيس، مش كده؟ لان انا لما هفتح، لما الكنترولر هيفتح لي الفالف شوية كده، مش لازم البروسيس يتأثر؟ فلما البروسيس يتأثر مش لازم الايرور يتغير؟ فلما الايرور يتغير ونعوض في المعادله دي تاني، الفتحه دي تتغير بقى تاني، هي مش فتحه كده وخلاص وننساه. طب يعني هيفضل يعمل كده امتى؟ يعني شكل الرسمه دي هيتفضل بالشكل ده قد ايه؟ لغايه ما يخلص الايه؟ امتى البروسيس يبدا يتاثر؟ اي بروسيس امتى البروسيس بدأت تتأثر؟ لما يخلص الايه؟ الديد تايم. مش الديد تايم هو ده الوقت اللي بيمر على ما يبدأ يتأثر؟ فالشكل ده هلاقيه قدامي لغاية ما يخلص الديد تايم. اول ما الديد تايم يخلص يبتدي يبقى يرجع بقى فيدباك من البروسيس ان ايه؟ الحرارة اتغيرت. ما احنا بنغير حرارة في الاكزامبل ده، فالحرارة هتتغير عشان فتحت فتحة اكبر، فالايرور هيتغير. فلما الايرور يتغير الفتحه هتتغير، ويقعد الكنترولر يجرب 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 لغايه ما الحراره تثبت في حته. هوري لكم الكلام ده دلوقتي حالا اهو كده. دخلت بقى معاها البروسيس، يبقى اذا الحته اللي احنا كنا مكلمين عليها في الاول هي الحته دي. ان طلع وقف، هيفضل واقف لغايه هنا الحته الصغيره دي، لغاية ما يبتدي البروسيس ايه؟ فاريبل ده هو يتغير اهو، اخد وقت هنا ما تغيرش، مش كده؟ ده ديد تايم اهو، شايفينه؟ الازرق ده البروسيس فاريبل، انا غيرت السيت بوينت وده راح مغير، بس ده اخد وقت على ما ايه؟ على ما السيت، على ما الديد تايم عدى. اول ما الديد تايم عدى يبدا البروسيس فاريبل، انا فتحت النار، فتبدا الحراره يجرى لها ايه؟ تزيد. فلما الحراره تزيد الايرور جرى له ايه؟ قل، مش كده؟ فالايرور قل لما عوض هنا فتحه الكنترولر هتقل، هيروح يبتدي ينزل، تمام؟ فده الريسبونس بقى اللي هو ايه كله. يبقى الريسبونس هجيب لكم اللي فات التاني. يبقى الريسبونس ده كان ايه؟ الحته الاولانيه اللي فيها البروسيس، اللي ما فيهاش البروسيس، اللي فيها الكنترولر وبس، ومن غير ما يجي له فيدباك من البروسيس. لما يجي له فيدباك من البروسيس هيبقى كده بعد مرور الديد تايم، ماشي يا حضرات؟ طب بيعمل ايه بقى؟ تعال نشوف البروسيس فاريبل. بدا يسخن فبدا الكنترولر ايه؟ يقفل، لان الايرور بيقل فبدا يقفل، ما عادتش نفس الفتحه هي اللي مطلوبه، لان الايرور بقى اقل فالفتحه ايه؟ تقل. وده عمال بيطلع، ده عمال بينزل. وبعدين بيعمل كده ليه؟ يعني ليه البروسيس فاريبل بيعمل كده وبالتالي فتحه الفالف بتعمل كده هي كمان؟ ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ فين في المعادله دي اللي يخليه يعمل كده؟ الحقيقه مفيش. المعادله دي ما بتقوليش ليه بيعمل كده. اللي بيخليه يعمل كده لازم احل المعادلات مع بعض، يعني اعمل موديل بقى في السيستم والكنترولر مع بعض
احل الموديل هيطلع لي المعادله دي اللي مرسومه دي. لكن المعادله دي بتاعت الكنترولر لوحدها ما بتقوليش انه هيعمل كده. لكن اللي بيحصل ايه؟ طب وايه اللي بيخليه يتموج كده؟ الديد تايم واللاج، ان انا بعمل حاجه وتاثيرها بيظهر بعد شويه، فالكنترولر عمل حاجه ومش شايف انها عملت نتيجه، يروح عامل ايه؟ يخليه عليها، بس هي نتيجتها تظهر بعدين، فنتيجه تظهر اكبر ما هو عايز، يروح قافل، وممكن يروح الناحيه الثانيه، يعني بعد ما فتح 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 يقفل 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 عشان الحراره عماله بتجري، يقفل يقفل يقفل، وبعدين الحراره تبتدي تنزل، يروح هو فاتح فاتح مش كده، ويقعدوا ايه؟ ياخد اشارات ويفتح ويقفل ويفتح ويقفل، لما في الاخر هيثبت بعد فتره ما. الفتره اللي هيثبت اول حاجه القيمه اللي هيثبت عليها دي كذا قيمه اهو كلهم ما همهاش الست بوينت، يبقى البروبورشنال كنترولر مش هيجيبني للست بوينت الا في حاله واحده، لو خدت انفينيت جين. نظريا على الورق لو خدت انفينيت جين ممكن يوديني عند الست بوينت، بس لو خدت انفينيت جين والبروسيس فيه اقل ديلي في بدايه يعني في اقل ديد بوينت او رد الفعل بتاعه في شويه لاج صغيرين، هيعمل موجات، وكل ما الجين يعلى هيخش في انستابيليتي. يعني الجين كده بالطريقه دي اللي بيعمل كده ده مش اوحش حاجه، ده معقول، يعني كل موجه اصغر من اللي قبلها وبيثبت، لكن لو كل موجه اكبر من اللي قبلها يبقى دخلت في حته فيها ايه؟ انستابيليتي، فبتخليني ما اقدرش ان انا يعني نظريا على الورق كان ممكن، بس فعليا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان كل بروسيس لو ملوش ديد تايم على الاقل له جين، فالجين ده هيعمل لي الحركه الموجيه لان تاثير ما بيظهرش في ساعتها. طيب في الاتجاه ده بزود الجين بتاع الكنترولر، فلما كان الجيم بتاع الكنترولر كبير ده رد فعل عنيف اهو، طلع بسرعه وبعدين نزل وطلع وطلع، المهم ثبت في حته على مسافه ما من الايه؟ من السيت بوينت. اقل جين انا عامله اللي هو الازرق ده اللي هو يا دوبك يعني مش ده مش كريتيكالي دام اعلى منها سنه صغيره، طلع اكتر شويه وبعدين ايه؟ ثبت هنا. مين ثبت اسرع؟ الازرق ولا الاسود؟ الازرق. بس مين ثبت اقرب للست بوينت؟ الاسود. فانا لو عايز يثبت اسرع اقلل الجين، بس كل ما اقلل الجين هيثبت بعيد عن الست بوينت. طب انا عايزه يثبت ايه اسرع؟ هعلي الجين بس هزود التموجات واقربه من الست بوينت. وكنت انتوا خدتوا حاجه اسمها التيميت جين، فاكرينها؟ محدش فيكم جاب تقدير كويس في ماده البروسيس كنترول. كان في حاجه اسمها التيميت جين اللي هو الجين اللي يخلي الموجات سستيند وقد بعض ولا بتقل ولا بتكبر، ده اخر جين قبل الانستابيليتي. مش خدتوش ده قبل؟ خدتوه في حاجه هنفكركم بيه، هيجي لنا هيقابلنا كمان شويه. طب احنا شفنا ايه دلوقتي؟ يعني تو راب اب عشان ايه قربنا نخلص المحاضره. تراب اب احنا لسه ما خلصناش البروبورشنال كنترولر، بس شفنا بيشتغل ازاي، شفنا المعادله بتاعته، عنده معادلتين فيلوسيتي فورم وبوزيشن فورم، وده موجود مع البي والاي والدي، هم الثلاثه فيهم الحكايه دي، المعادله دي او المعادله دي، وفي الصوره التكامليه كمان، بس ما اعرفش خدتوها ولا لا، يعني حتى اللي بتدرسوا الثيوري بالصور التكامليه واللابلاس والكلام ده برضه في فيلوسيتي فورم وبوزيشن فورم. المهم البروبورشنال اكشن ده بيتناسب مع مقدار الايرور. من الحاجات الكويسه اللي فيه ان بيديني كيك لما اغير السيت بوينت، فبينقلني للحاله الجديده اسرع. الجين بتاعي انا لو عليا عايز اكبره لان هيقربني اكتر في النهايه من السيت بوينت، بس الفكره ان لما اكبره هخش ايه؟ في حته مش ستيبل. احنا الوقت كده بالنسبه لنا ايه؟ بس لسه الحته نقول السلايد دي عشان تبع اللي وراها مكتوب فيه حاجه جديده. مفيش اللي انا قلته، الاوفست اللي هو المسافه دي نقللها لما نزود الكي، بس هنخش في حته فيها ايه؟ اوسيليشن ممكن يبقى انستيبل. ماشي، احنا ممكن نوقف بقى هنا، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. في حد عايز يسال في حاجه؟ طيب الشكر لله، اتفضلوا.